السائل يقول: هل للإحرام صلاة تخص؟ اختلف أهل العلم رحمه الله في ذلك، فمنهم من قال إن الإحرام له صلاة تخص، لأن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة أو عمرة في حجة. ومنهم من قال إنه ليس له صلاة تخص، وأن قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: صلي في هذا الوادي المبارك، يعني بذلك صلاة الفرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة مفروضة. ولكن إذا أراد الإنسان بعد اغتساله للإحرام ووضوئه أن يصلي ركعتين سنة الوضوء فهذا خير، ويكون إحرام عقب سنة الوضوء. ولكن هل يهل من حين أن يحرم أو يهل إذا ركب؟ من العلماء من يقول لا يهل إلا إذا ركب، ومنهم من يقول يهل إذا عند إحرامه، ويهل إذا ركب، ويهل إذا علت به ناقته على البيداء إذا كان محرما من ميقات أهل المدينة. نعم، جزاكم الله خيرا.